الى ذلك بحث الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك مع رئيسه مجلس محافظه كركوك وكاله جلاويج عبد الجبار الجهود المشتركه لاداره المحافظه ومجلسها للنهوض بالواقع العمراني والخدمي والامني للمحافظه وفي مستهل اللقاء الذي حضره اعضاء من مجلس دان الجانبان وبشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق ثلاثة من أبطال البيشمركه من الأسرى الموجودين لديها واصفين هذه الفعلة النكراء بالجريمة التي ترفضها كافة الشرائع السماوية وأنها بعيدة كل البعد عن الأعراف والتقاليد والدين الإسلامي السمحاء وفي محور اخر من اللقاء جددت ادارة المحافظة ومجلسها تأكيدهما على ضرورة توحيد الجهود والسعي المشترك من اجل تحقيق تطلعات المواطنين في العيش بامان بجهود قوات البيشمرق البطلة وباقي الأجهزة الامنية وتقديم افضل الخدمات لهم مؤكدين على ضرورة اطلاق الحكومة الاتحادية للمستحقات المالية للمحافظة بغية استمرار عجلة الاعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية